الحقيقه بعد نجاح البطوله العربيه لكمال الاجسام السنه اللي فاتت والاشادات اللي يعني كانت موجوده من المشاركين بالتنظيم واداره المسابقات اللي شارك فيها، بنتكلم في تقريبا 350 لاعب كانوا بيمثلوا اكثر من 13 دوله عربيه السنه اللي فاتت. تحديدا بنتكلم السنه دي على الاعلان بشكل رسمي عن استضافه محافظه الاسكندريه للبطوله العربيه ل 23 من بناء الاجسام للعام الثاني على التوالي. خلينا في تفاصيل اكثر يا صمد عن هذه البطوله والاستعداد ليها. معنا الهاتف دكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الاجسام. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير يا احمد. صباح الخير يا دكتور، وما شاء الله كده منورين الاستوديو. صباح الخير على مصر العظيمه، ربنا يخليها لنا ويحفظها لنا يا رب. شكرا يا فندم، الله نورك. طيب في البدايه لو حضرتك تكلمنا عن هذه البطوله ال 23 واختيار محافظه الاسكندريه لتنظيم هذه البطوله للعام الثاني على التوالي، ده يعتبر بمثابه ايه او اثبات لايه يا فندم؟ وليه تم اختيار اسكندريه للعام الثاني على التوالي لاقامه هذه البطوله؟ والله هو مش معتاد طبعا ان بطوله على مستوى دولي كبير زي البطوله العربيه، صحيح، او بطوله قاريه تتعامل في دوله مرتين ورا بعض. نعم. لكن البطولة رقم 22 السنة اللي فاتت اللي نظمت أيضا في الإسكندرية بإشراف كامل من سيادة الوزير المحافظ الدكتور محمد طاهر شريف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاقت نجاح غير عادي. يعني الحقيقة أشادوا بيها جميع الدول اللي شاركت فيها، ولا الإسكندرية لها قبول غير عادي عند كل الناس في العالم اللي بيزور اسكندريه، لا يمكن ان هو ينسى اسكندريه. فالتنظيم الحقيقه كان على اعلى مستوى، الاقامه كانت في افضل فنادق الاسكندريه، الملعب كان حاجه عصريه جميله. نهايه البطوله كل الناس اشادت، كل الناس بعتت لي التهاني وشكره، بعته لسياده الوزير المحافظ تهاني وشكر على كرم الضيافة وعلى الاستقبال. وبعتوا نفس الكلام للدكتور رافائيل فانتونجا اللي هو رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، بيشكروه لأن هو كان حاضر البطولة وكنا جايبين حكام دوليين أجانب لضمان الحيدة. فيعني كانت مسمعة جامد لدرجة إن الدول بدأت تطلب أن يعاد إقامة البطولة هذا العام في الإسكندرية، ونفس الطلب جالي من رئيس الاتحاد الدولي اللي هو صديق لمعالي الوزير المحافظ، واتصل بمعالي الوزير المحافظ. نعم. واتفقوا معا ان شاء الله ان يعاد اقامه هذه البطوله هذا العام في الاسكندريه. نعم. ومش هتقل نجاحا السنه اللي فاتت، ربما تكون اكثر نجاحا كمان ان شاء الله. طيب دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك ابرز ملامح بطوله العام الجاري، سواء بقى من ناحيه الاستعدادات، الاماكن المقرر تنظيم البطوله فيها وتجهيزها على اعلى مستوى، يعني مستوى يليق بالعام السابق وان كان افضل كمان. والله سيادة الوزير المحافظ قرر ان هو بالتنسيق مع مسؤولين عن مطار برج العرب في اسكندرية ان هيكون فيه هناك ترابيزة او مكان لاستقبال الوفود وتسهيل دخولهم باسرع وقت ممكن كما كان العام الماضي، ودي حاجة مهمة جدا. انتقالات على اعلى مستوى، فندق اقامة البطولة انا مش عايز اقول الاسم لكنه احد اكبر فنادق الاسكندريه المطله على البحر. نعم. خلاص كده احنا عرفناها يا دكتور. ما زلنا بنناقش موضوع المسرح، لان انا كنت عايز اعمل مسرح مقفول، ومعالي الوزير المحافظ عاوز يعمله على البلاش على شاطئ الشواطئ. صحيح. يبني المسرح، طبعا فكره عبقريه بس سهله يعني. هتكون افضل بكتير. فان شاء الله يكون المكان اقامه البطوله في خلال ايام قليله هنصل لقرار بخصوصه. طبعا التغذيه والاقامات والمزارات السياحيه، واخدين اتوبيسين كبار اللي هم المخشوفين من سياده المحافظ لخدمه ضيوف البطوله، عشان يسمح لهم اكثر من مره ان هم يعملوا
جولات سياحية في الإسكندرية يستطيعوا في خلال الأربع أيام اللي هم يشوفوا قدر من الجولات اللي هم بيسعدوا بيها وبيحبوها. سيادة الوزير المحافظ عامل عزومتين كبيرتين أثناء البطولة لضيوف البطولة بيكون في فقرات فنية وشعبية برضو بيجيبها سيادة الوزير المحافظ، بيكون في حفل ختامي مميز في فندق إقامة البطولة. البطولة هتكون بس مش بطولة رياضية فقط، هتكون بطولة رياضية فنية ثقافية، يعني أتمنى أنها تكون رسالة يعني وعاوزينها تكون بطولة سياحية أيضا، يكون في كمان استمتاع لضيوف البطولة يعني أجواء ومعالم وأثار محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بالتأكيد. بنشكر حضرتك. واضح يعني واضح كمان خلال البرنامج اللي ذكره لينا دكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.